عمرنا ما هنتجه للاتجاه اللي حضراتكم عايزين تودونا ليه. هو اصل النادي الاهلي وظلم وبيتظلم. النادي الاهلي بيتظلم. هو حضرتك ما تعرفش ان النادي الاهلي بيتظلم؟ كلكم عارفين ان النادي الاهلي بيتظلم زي ما في انديه اخرى ايضا بتتظلم، بس احنا الحمد لله دايما واقفين علشان نقول ان احنا بنتظلم اعلاميا وفي كل شيء اعلاميا واقفين، يعني ان احنا بنقول ان النادي الاهلي بيتظلم. فليه يا جماعه كده؟ ليه الموضوع فجاه بيكبر على الفاضي؟ والله على الفاضي. النادي الاهلي هيفضل يقاتل، ولاعيبه النادي الاهلي هتفضل مموته نفسها لاخر دقيقه. حضرتك مش عايز نعمل كده، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه فير بلاي، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه النادي الاهلي. انا عارف طبعا ان انت ما تعرفش 100% اي حد من اللي بيتكلم واللي بيزعق ده، انا عارف مليون في الميه ان انتوا ما تعرفوش النادي الاهلي، عارف كويس جدا. بس لو سمحت اقرا في التاريخ واقرا الارقام، اقرا التاريخ واقرا الارقام، هتعرف ان الفرق كبير قوي قوي. يعني انا ممكن اروح انام شويه وبعدين ارجع اقول لك ان الفرق برضه هيفضل كبير. هنقفل النادي 10 سنين هيفضل الفرق كبير. نادي الاهلي لو قفلناه زي ما انتوا عايزين 10 سنين هيفضل الفرق كبير برضه. فالواحد مش عارف يعمل ايه، بيسمع الواحد بيسمع يعني. ممكن لما الواحد يتكلم منطقيا ما تردش او ما تتكلمش، لكن حضراتكم بتتكلموا بلا منطق. حضرتك عايز فريقك يكسب وده حقك، ما عنديش اي مشكله فيه، انتوا حرين. ولكن حضرتك عايز النادي الاهلي يسيب لكم كل حاجه علشان حضراتكم تكسبوا؟ مش فاهم، ما فهمتش الحقيقه، ما فهمتش اعملها ازاي. ما تعودتش على الرياضه المصريه كده، ما تعودتش ان حد يطلع يتكلم معانا كده. تعودنا دايما نجتهد في الملعب والنتيجه دي بتاعت ربنا. هو ليه امبارح النادي الاهلي كسب 3-2؟ وليه في الماتش اللي فات اتعادلوا؟ في الماتش اللي قبل اللي هو بنك الاهلي اتعادلوا عشان اتدلعوا، ما احنا كلنا قلنا الكلام ده. في ماتش البنك الاهلي اللعيبه حست، في ماتش الانتاج كانوا متوترين شويه، لكن في الاخر قدرنا نكسب 3-2 لان احنا عندنا لعيبه قادره ان هي تكسب في الثواني الاخيره. اعرف حضرتك ايه هي عوامل المكسب، عوامل الاداره الناجحه، عوامل كل حاجه كويسه، هتلاقي في الاخر اسم النادي الاهلي هو اللي في كل الامور دي.